مرحبا، تعالك فيديو جديد، بلوك جديد من قناة ألينا. صح، أنا عين، أنا هنون. اليوم جينا فيديو جديد وبلوك جديد زي ما أنا تعرف. والبلوك اليوم هو نروح على دكتور الأسنان. إيبت بصراحة أنا كتير بخاف من دكتور الأسنان، يعني ما بحبه، ما بعرف كيف بخاف منه كتير. بس إنه رحت الفترة الماضية تقريبا من 9 أشهر وركبت تقويم فوق على أسناني اللي فوق، واليوم رح روح ركب تقويم على أسناني اللي تحت. كثير خايفة. أنا بالعكس، أنا كثير بحب دكتور الأسنان. يعني أنا كثير مبسوطة إنه أنا بين حوالي بس شهر ونص حصلت تقويمي الثابت أو الثابت أو الدائم. مظبوط، نعرف التقويم بسأل لما أجي آكل أو أشرب إشي. من شان هيك في تحديات بنعملها أنا وعنود بتحديات الأكل، تشوف عنود بتحكي كتير أحسن لأنه بتكون شايلة التقويم. أما في تحديات اللي بيكون فيها حكي عنود ما بتشوف التقويم، ممنوع تشيله أكثر من ساعة، فلازم نضل نخليه يا ساعة ونص يا ساعتين بنصور. مظبوط، بزعف التمكن وبصير إشي غلط بالتقويم. مظبوط، فمنشان هيك بتشوفوا مرات عنود بتحكي مظبوط ومرات لا. فان شاء الله بعد شهر ونص تقريبا راح نروح على الدكتور ونركب تقويم الثابت لعند زي. واحنا كمان هصور لكم، ترقبوا هذا الفيديو. مزبوط، انا كثير متحمسه، انتوا اكتبوا لي تحت بالكومنت اذا متحمسين او لا. مزبوط، وكمان انا مركبه تقويم شفاف، يعني سيراميك مش تقويم حديد زي اللي عنده تركبه. انا مركبه شفاف يعني ما ببين، ما بحسوا اني انا مركبه. بس اليوم رح اوريكم لما ركب اللي تحت، جزء يختلف المنظر جزء لا ما بعرف. فرح نشوف اليوم يعني الجزء بطل احكي منيح هيك، فرح نجيبهم مع بعض اليوم ونشوف. يعني انا بخاف من الابر، بخاف من دكتور الاسنان، بس يلا. انا حوالي اكثر 3 إبرات زرت بتمي عشان استعمل وتركب هذا الكلام، هي ابره وحشه ما بخاف. انا بخاف كثير ابت من الابره، اللي بخاف من الابره او من دكتور الاسنان اكتب لي تحت بالكومنت. وكمان رح اوريكم المستشفى، رح اعمل لكم جوله صغيره فيها انا وعنود، رح نوريكم اياها كثير حلوه المستشفى، ورح نوريكم الدكتوره تبعتي انا وعنود كثير حبابه. اسم المستشفى دينيت سبا، رح احط لكم اياها تحت بصندوق الوصف. اللي بيجي على تركيا باسطنبول او اللي عايش هون بتركيا وبده دكتور اسنان كثير منيح، بحب لكم انكم تروحوا عليه لانه كثير حلو المستشفى وكثير منيحه. وكمان في بقلبه مترجمين عرب، اذا انتم ما بتعرفوا تحكوا تركي احنا ما احتاجنا لمترجم، نحكي مع اتراك عادي لانه بنعرف تركي. بس اذا انتم ما بتعرفوا تركي وبدكم مترجم عربي، في مترجمين عرب، في انجليزي كمان، مترجم انجليزي وعربي. بالضبط، بتروحوا هناك بتحكوا اللي بدكم اياه وبتشرحوا عن مشكلتكم وكل شيء وبساعدوكم انهم بيحكوا بالعربي. ايبت هو باسطنبول ببشكتاش، رحت لكم الموقع، اسم المستشفى كل شيء تحت بصندوق الوصف، اذا بتحبوا تروحوا تشوفوها او تعملوا ستاك عليها. بس قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير، سبسكرايب وتضغطوا على الزر اللي تحت حتى يوصلك كل شيء جديد. تابعونا على الانستغرام والتيك توك. وبس هيك، هلا خلينا نروح بالفيديو. ليتس جو. ايبت وصلنا المستشفى او المركز زي ما قالت عنود. هلا رح نركب الاسانسير وبعدين نطلع على المستشفى. تمام، هلا ركبنا الاسانسير، هلا رح ندخل على المركز. 4 ايبت الطابق الرابع. صح. هلا وصلنا، وهذا هو اسم المركز ديني سبا. اول ما بتفوتوا اول شيء مش فزك؟ اول شيء بناخذ حرارتنا. اظن ايبت شكرا دريم. بعدين بتجي هون. كيف حالك؟ مرحبا. انا اريد 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 اريد. ايبت وهي هي الكافتيريا اللي بنقعد فيها دائما انا وعنود لحتى ننتظر الموعد تبعنا، كثير حلوه. ايبت بعد ما اخذ الموعد منكم وشوفوا موعدكم كل شيء، طبعا في سكرتيره بالعربي بدكم تحكوا معهم بالعربي، احنا اخذنا بالتركي زي ما شفتوا هون. اذا بدكم تطلبوا اي شيء قبل ما يجي الموعد تبعكم، اذا يعني بده 10 دقائق ساعه زينا يعني، فبتاخذوا اي شيء بدكم تشربوا، اي شيء بدكم اياه، لو قهوه
بشرة كل شيء. بعدين بيجي واحد هون، هاي الغرفة اللي بناخد فيها أنا وعنود استعمل هجام 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 هش بلدك شو قصدهم بوه جان بيم ما نشوك سفيرو اين قزارك دكتور ابت هاي الدكتورة تبعتنا اللي تعملنا التقويم انا وعنود كمان شوي رح يجي لعندك وتعال هاي هاي الغرفة اللي انا وانا وقعد هون ودكتورة بتعمل اسنان هلا رح شوف كل شيء بس الغرفة شوف قد احنا ضايفه بالجنب انقز البوم هلا عارين هلا رح اقعد ما تعملي اوكي انا بدي الوف هلا هي اجت انتم شايفين ما في ابره هلا احنا نجيب واحدة مثل هاي كبيرة هاي الصغيرة نجيب الواحدة كبيرة عشان توسع على السم علينا بتعرف ان السم علينا كبير يعني ما شاء الله هلا هي جابت هذا الكبير عشان تحطه بسم علينا اوكي ما بوش بكي صح؟ اوكي بس انا بدي بس انا بدي بس انا بدي بس انا بدي بس انا اوكي يا جماعه هاي مئنهم اوكي هلا انا احنا عم نعمل هالتقويم طبعا منظرها شوي غريب بس ما علينا يا رب انا هيك كذا معي شوفوا الاغراض او ماي جاد انا بدي احطه على تمي بس مو هلا بعدين بعد شهر وشيء في القناه تمام ما بعرف محتاره بين هاي الالوان في زهري وابيض احمر اخضر اصفر اسرق هذا الكموني بتحسوا تمام انا ما بعرف شو بدي احط صراحه محتاره شو بدي احط بالكومنتات شو احط انا محتاره بين الازرق هذا والاحمر ما بعرف شو احط شو بدي احط بالكومنتات تمام كل هاي الأغراض التقويم هاي الأشياء الآن هي عم تهمل وعلي باي جاسا كمان هاي الاشياء بس خصوص التقويم عارين نستعمل هاي هذول كثير منيح للتقويم اذا في اكل زايد في ما اكل مش امنهم انا اذا صار معي تقويم هاخذ يلزق هاخذ الزلقه او النهديه هوليكم بس اكيد هاي الاشي ثاني شوفوا نفس الاشي بس شوفوا لتنظيف الاسنان
إذا في أكل بس حبيت. أوكي هاي مكان برضو استراحة، في إحنا أكثر من مكان استراحة. هاي ساعة المساج إذا شخص كبير من العمر يقعد هون يرتاح، إذا ما موعده طويل بعيد عشان هيك فاهمين علي أنتو؟ فاهمين ذاك. أوكي هاي برضو عيادات. أوكي هلا نروح على مكان السبا زي ما قلت لكم هون في استراحة. شوفوا مريض في احتمال بعض الجراحة بعض العمليات. الألم مرحبا هجوم. هلو مرحبا. هون برجع مكان الاستراحة زي ما قلت لكم المساج. إذا العملية ساعته كانت كثير صعبة برتاح شوي. شوفوا هذا المنظر هيلة كيوت هيك مي بترتاح. شكرا دريم هجوم. هون كمان للأطفال إذا عندك بيبي أو طفل بيجي هون بيلعب. أوكي هون كمان عليهم أكثر من عيادة في لتركة الأسنان في للتقويم في الحشي. مرحبا هجم. هون برجع مكان استراحة زي ما أنا قلت لكم. طلع هذا المنظر. أوكي أوكي جايز هلا أنا رايحة على غرفة. هاي الغرفة تصوير أشعة نشوف شو حالتك أو حالة المريض اللي موجودة. بعدين إحنا هلا بدي أروح أشوف عرين إذا خلصت ولا لا. كيف نكون هيك خلصنا الجولة بقلب العيادة. هاي الأسلاك اللي قلت لكم عنها مساحات بالتقويم زي ما تحسوا إيه التقويم هذا. أول إشي سلك بعدين هاد أنا بس حط اللون اللي بدي إياه بس عشان أحسه شفاف. السلك هذا مو شفاف بس هذا شفاف هيك ما ببين. شوف هيك عم بتقص الحية عقلت جمها بالضبط لجميع الحية. السلام böyle kapattığında tamam. İyi değil mi? Hı hı. O acı, acır şimdi. Evet. Çok acır. Yani bu alt dişler şimdi çok çapraşık olduğu için bu telde düzelirken üstlere göre daha fazla ağrı hissedersin. Ağrı daha fazla olur çünkü altta daha fazla çapraşık var. Bir hafta kadar böyle olacak. O zaman panikçikçe hazırlık. Bitti. Çok teşekkür ederim hocam. Çok. Çok iyiyim bu canlar. Nasıl arayayım? Güzel mi? Ya bu ne? Bakacağım. Okey, şufu. Rıkabasını min tahit. Allah'a yiyinek. Ay, hasil zakı. Müstahil hasil zakı. Ama hiç belli değil. تمام هلا طلعنا من عند الدكتورة وعملت اسناني رح اوريكم اياهم عم بوريكم اياهم بس حوريكم ثاني ورا هو مو مبين شيء ابيض لانه عملت شفاف اكيد انا ما بحب التقويم اشوفكم كيف بدي اياه اكتبوا لي تحت بالكومنتات انا اخترت لون وخلص هذا ببالي بس اشوف قراراتكم اسمع تعليقاتكم الحلوه ايفت قولوا ايش اللون اللي بدكم اياه عنود تحطوا عنود رح تحط حديد بس رح تنقوا انتوا لون لون في لون هيك بنحطه ايفت بس هيك هذا هو كان الفيديو لليوم بتمنى انه عجبكم صراحة انا كثير انبسطت والمستشفى كثير حلوة بتمنى انه عجبكم قلت لكم اول فيديو رح احضركم كل المعلومات عن المستشفى تحت بصندوق الوصف وقولوا لي بالتعليقات اذا عجبكم الثاني ولا لا قولوا لي انه بالضبط انا 28 10 رح نعمل لسان عنود مثلي بالضبط فوق وتحت انا هلا بستنى اجي هيك 28 متحمسه عنود للتقويم انا ابدا مش متحمسه وما بحبوش وهيك بس انه شو مبين الحمد لله انه في شيء اسمه شفاف ايفت اوكي لهون بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتمنى انه عجبكم الفيديو اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وشير سبسكرايب وضغط على جرس التنبيه تحت حتى تصلكم كل جديد تابعونا على انستغرام وتيك توك بس هيك بحبكم كثير سنه فيديوهات جديده ونكات جديده عقبات جديده باي باي كل شيء صار كل سنه